السلام عليكم. فيديو يصف رد فعل إيران إذا هاجمت إسرائيل مواقعها النووية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت بين المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقاطع يوضح رد الفعل الإيراني في حال تنفيذ إسرائيل ضربة موجهة للمواقع النووية الإيرانية، وحدر مقطع الفيديو المنشور عبر تويتر من إقدام إسرائيل على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية مهددا بتدمير أهداف إسرائيلية محددة خلال دقائق، ومحذرا من موجة هجمات صاروخية ستدمر تل أبيب. ويظهر في المقطع المراسل يونس شادلو يقول إن إسرائيل أجرت مؤخرا تدريبات مع الولايات المتحدة لمحاكاة هجوم على إيران. وافترض شادلو أن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من الوصول إلى مواقع نطنز النووية وألحقت أضرارا بها، وتابع قائلا: حتى لو تمكنت الطائرات الإسرائيلية من مغادرة الأجواء الإيرانية بأمان، فإن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ساعة للعودة إلى قواعدهم. وتساءل المراسل: هل سيظل هناك قواعد يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تهبط فيها؟ لأنه في هذه الحالة سيطلق الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني وابلا من الصواريخ الوقود الصلب التي ستدمر أهدافهم في أقل من 7 دقائق. وصاحب تصريحات شادلو لقطت لعمليات إطلاق صاروخ أرض، وأوضح شادلو إن أحد هذه الأهداف هي مواقع إنتاج رأس حرب نووي إسرائيلي في ديمونا، وتابع: بعد الضربة الأولى سيوجه الحرس الثوري الإيراني صواريخه الاستراتيجية إلى صوامع تحت الأرض لشن موجة ثانية من الهجمات ستدمر ديمونا وستسوي تل أبيب بالأرض. واختتم المقطع بلقطات سابقة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يهدد فيها بأنه إذا ارتكب الإسرائيليون أدنى خطأ فإن الجمهورية الإسلامية ستدمر تل أبيب وحيفا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.